وصفة الخبيصة وصفة كثير شهية وطيبة، في بعض بلدان بيحكوا لها الملبن، لكن عنا بالأردن نعرفها باسم الخبيصة. من مكوناتها الأساسية العنب والقريش اللي هو بذر الصنوبر والسمسم، وأكيد اليانسون كمطيب لهاي الوصفة. خلينا نشوف تفاصيل هاي الوصفة، إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تطبقوها، وألف صحة وهنا مقدما. استخدمت العنب الأحمر والعنب الأخضر، وهو بدون بذر طبعا، ودرجة حلاوته كثير ممتازة حتى أحصل على نتيجة كمان ممتازة في النهاية، وما أحتاج إني أضيف سكر، لازم يكون العنب حلو المذاق. فردت العنب وأخذت الحبات الجيدة وغسلتهم منيح، صفيت العنب بمصفاية حتى أتخلص من المية، فردت العنب على فوط مطبخ حتى ينشف وحتى أتخلص من باقي المية عنه. استخدمت العصارة الكهربائية حتى تساعدني بعصر العنب، طبعا ممكن عصره على الإيد لكن أنا استخدمت العصارة حتى تسهل عملية العصر. هنا طبعا القشر اللي عندي تكون بالماكنة الكهربائية أخذته وكمان عصرته بمصفاية ناعمة، صفيته حتى أخذ أكبر كمية من عصير العنب وأستخدمه، وهيك تأكدت إنه العصير كله أنا أخذته واستخدمته. حتى أثبت البلاستيك الغذائي أو النايلون الغذائي على الصواني، رشيت الصواني بمي وفردت البلاستيك. طبعا ممكن استخدام أي قطعة قماش وفرد الخبيصة عليها، لكن ضروري تتعرض للشمس حتى تنشف منيح. طبعا اذا في متواجد عندك نايلون غذائي اسمك من المستخدم بحفظ الطعام بكون افضل، حتى تكون سهلة عملية نزع الخبيصة. استخدمت هنا عندي 12 كوب بقياس الكوب المعياري من عصير العنب، اذا 12 كوب من عصير العنب. طبعا يفضل استخدام طحين القمح في هاي الوصفة، لكن أنا خلطت في هاي الوصفة ما بين طحين القمح والطحين الأبيض، وإنتي لك الحرية أكيد إنك تختاري، لكن هي الوصفة الأساسية بطحين القمح. أخذت تقريبا كوب من عصير العنب حتى أخلط فيه الطحين، ضفت تقريبا كوب من الطحين المخلوط بين القمح الأسمر والقمح الأبيض. كمكون أساسي طبعا عندي القريش، لهاي الوصفة استخدمت حوالي نصف كوب. كمكون أيضا أساسي بهاي الوصفة اللي هو السمسم، استخدمت تقريبا كمان نصف كوب من السمسم المحمص. واليانسون عندي مكون أساسي بهاي الوصفة، استخدمت تقريبا ربع كوب من اليانسون وملعقتين صغار من الشومر المطحون. تأكدت إنه المواد اختلطت، الطحين واليانسون والشومر في عصير العنب اللي أخذته مسبقا. وهنا عندي العنب بعد ما رفعته على النار وبلش يغلي، ضفت الكوب اللي خلطته بالسابق حتى أكثف وأزيد من كثافة العنب.
ضفت طبعاً هلأ السمسم والقريش على العنب، وصار أسمك معاي العنب بعد ما غلي لفترة حوالي 5 دقائق أو 8 دقائق. بدل الاستمرار بالتحريك أفضل حتى ما يحترق عندي العنب. إذا تشكل عندي الريم على الجوانب منزيلها بمصفاية أو بملعقة أفضل. بعد ما سمك عندي العصير خليته يهدى شوي، وبعدين سكبته بالصواني حتى يكون جاهز لعملية التشميس والتنشيف. يفضل فرد الخبيصة بشكل غير سميك، تقريبا 0.25 سنتيمتر أو من 2 لـ 4 مليمتر. كل ما كانت غير سميكة كل ما كانت النتيجة أفضل للخبيصة. أنا عندي الخبيصة بالشمس، من الضروري تشميس الخبيصة كل يوم وتعريضها للهواء حتى تتنشف وما تخرب عندي. تأخذ وقت في التنشيف، تقريبا بدها من 6 أيام لـ 8 أيام حسب كل منطقة وحسب حم البلد اللي انتي فيها. وهنا طبعا بننزع البلاستيك او النايلون الغذائي عنها حتى نتأكد انها هي نشفت تماماً.